ايمن، عايز اعرف استعداداتك للحفله، وفاكر اول مره طلعتوا فيها على المسرح من كام سنه ودلوقتي الاختلاف، واحساسكم كل مره بيبقى عامل ازاي؟ طبعا فاكر اول مره طلعنا من كان 2004 تقريبا، اول مره نطلع مع بعض. قبل كده كنا بنعمل حاجات مختلفه. كانت لسه متهيألي ما بقاش اسمها مسار اجباري في اه 2004. بالظبط، يمكن ابتدينا في 2004 مسار اجباري، كانت حفله كبيره، وبعدها بقى ابتدينا السلم من اوله بقى لحد ما وصلنا لحد هنا. الموضوع بالنسبه لنا طبعا مبهر جدا، مكان زي ده في مدينه سياحيه زي هنا. احنا يمكن من شهر كنا في مهرجان حمامات في تونس، حابين قوي فكره ان مهرجان في مكان سياحي معمول للناس عشان تيجي تنبسط، فمبسوطين بقى موجود في مصر. ده يمكن ما كانش موجود قبل كده خالص. انتوا ليكم مهرجانات في الوطن العربي وكمان في فرنسا وفي دول كتير اه بره مصر، احنا من زمان ودايما حريصين على على المشاركه في كل المهرجانات مع تقريبا. الناس اسكندرانيه، فاحنا من زمان كان عندنا فكره العلاقات مع الثقافات التانية، ان احنا نجرب حاجات وكده. فمن زمان واحنا بنركز في ان احنا نلف بالمزيكا بتاعتنا. طيب حافظ، عايز اسمع يعني احساسك النهارده بالحفله واستعداداتك للحفله. هو فعلا لما ابتدينا ما كانش فيه حفلات بالضخامه دي. احنا كنا زمان بنشوف مثلا فيديوز لفرق كبيره زي بينك فلويد او يعني فرق ناس تانية. كتير بتشبهكم ببينك فلويد، انتوا متاثرين بيهم؟ كلنا من الفرق اللي احنا كلنا مجمعين عليها يعني. فكنا بنشوف حفلات بالضخامه ديت بالاستعدادات دي بعدد الجمهور الكبير. تدريجيا الموضوع ده بقى يحصل. هو الموضوع بس مش موسيقى بس، كمان الموضوع ليه علاقه بالناس بتوع الصوت وبتوع الاضاءه بتوع بنى الستيج بتوع الفنيين وبتوع التصوير. موضوع يعني يصنعك خلايا نحل بصراحه، بتشتغل في مهرجان العالمين بالظبط يعني، بالظبط. وبنشوف ده في الانتاج المبهر للحفله بالظبط، بالنهايه جايز احنا اللي بنبقى او احنا عموما اللي بيأدوا بيبقى هم دول اللي في الصوره، انا بس ورا كده بيبقى في ناس كتير شغاله، وكل الموضوع نفسه اتطور بشكل كبير على مدار سنين، وشاهدناه وهو بيتطور، ومبسوطين ان في حفلات بالحجم ده. يعني توسي، عايزه اعرف منك بدايه الحلم بتاع مسار اجباري كان عامل ازاي، وانتوا كنتوا كل واحد فيكم بيشتغل ايه اصلا؟ يعني هو موضوع الموسيقى ده جه ازاي؟ كلنا كنا بنشتغل حاجات تانيه. هاني كمهندس معماري. ده عملتها ازاي دي؟ اقنعت الاهل ازاي؟ بالعافيه والله. صيام كان راجل دكتور في الجامعه بيعذب الطلبه بتاعته ما شاء الله، يجيب لهم امتحانات صعبه وكده. ايوه كان شغال في البترول. وحافظ كان مدير. هو كله كان وانتوا سبتوا كل حاجه وبقيتوا مع المزيكا؟ احنا فول تايم مسار اجباري خلاص. وانا كنت ضابط لفتره من حياتي طويله. تمام يا فندم. هو كان سايبك للاخر، وقال لي يعرف الناس كلها وسايبها لك في الاخر. فطبعا هو كان حلم كمان ان احنا يبقى عندنا بتالي كلنا يعني، ونحن صغيرين كان عندنا حلم بتاع الاستيج اللي شبه كده الكبير بالاضاءه دي بالتاورز دي بكل الامكانيات الكبيره اللي موجوده هنا، بالشمس دي بالحر بالشمس طبعا. احنا الجو عندنا ما بقاش ليه مثيل، لا بس وبقى دلوقتي هايل كمان. الجو النهارده لطيف الجو الاسبوع ده يعني، حلو درجه الحراره انخفضت شويه خصوصا مع اللي بيحصل في العالم. ارحم لا ارحم من الاسبوع اللي فات، ارحم من الاسبوع اللي فات الحمد لله. فهو كان الحلم ان احنا نبقى واقفين على يعني بالسيت اب ده وبالامكانيات دي وبالاضاءه دي وبالصوت ده. فالحمد لله ان هو اتحقق يعني، يعني اتحقق من بدري شويه، بس برضه الامكانيات كل شويه يعني، الاستيجات كمان في مصر كل شويه بتتطور، والاجهزه والعده بتتطور، وكمان الناس اللي بتبروديوس حاجات زي دي، الجهات اللي داخله في البرودكشن بتاعت حاجات زي دي بقت بتحاول تعمل حاجه كويسه.